abraham and his business. النبي عبد في سبيس لوس انه بيبين قد ايه الانترنت بتخسر باور كل ما ببعد في السبيس. كل ما ببعد في السبيس سرعتي بتزيد، وبالتالي الباور اللي انا بستقبلها بتقل. برضه لما بزود الفريكونسي كل ما اللمضه دي بتقل، كل برضه الباور اللي بستقبلها ايه؟ بتقل. فبيسموها البافروس، البافروس او فيكس بيس. ماشي، هي ببساطة شديدة انت لو دخلت لها الكتريك فيلد كده هيتحلل لك تو كومبوننتس، واحد معاها واحد عمودي عليه. العمود عليه ده مش اكسايت اي كارنت. الكرنت اللي هي الاكسايت ده هيبقى جاي نتيجة فيلد معين. فين؟ ضربت بس ديت قلتهم سكوير شمسين. لو سمحت يا باشمهندسين عايزين ننجز عشان احنا متأخرين جدا، فلو سمحت اللي عنده مشكلة يسألنا انا وما نتكلمش مع بعض. لغاية دلوقتي حد عنده أي مشكلة؟ طيب تعالى كده اقعد اسال في شيء. عندنا بيقول لك الالكتريك فيلد لا. احنا قلنا بولاريزيشن اوف انتنا معناها ايه؟
اللي جاي الفيلد بتاع الانتنة فين؟ اللي طالع منها في الترانسميتنج مود، صح؟ يعني احنا لو خدت كارنت على الانتنة هتطلع فيلد في اتجاه معين، صحيح هو الاتجاه اللي هتستقبل فيه، بس عشان نحسبه بنحسبه ازاي؟ الترانسميتنج مود. تفرق؟ تفرق جامد. تفرق جامد امتى؟ تفرق جامد في السيركل بولاريزيشن. ليه بقى؟ اللينير بولاريزيشن لو استقبلتها فيرتيكال، لو بعتها فيرتيكال هتشوفها في الترانسميتر او ريسيفنج ايه؟ فيرتيكال. لكن بقى لو سيركل بولاريز، لو شفتها في الريسيف في الترانسميتنج وهي بتلف كده هتلاقيها بتلف ايه؟ كاونتر كلوك وايز. لكن لو شفتها في الريسيفنج هتشوفها بالعكس. طب انت هتاخدها في اي اتجاه؟ تاخدها في اتجاه الترانسميتنج. واضح؟ عشان هي ديت اللي بتوقع الناس، بيحسب البوزيشن كروس فاكتور غلط في الاليبتيكال والسيركولار بولاريزيشن، لانه بيقول لك انا بشوفها في اتجاه الريسيفنج ويطلع ارقام غلط، مع ان منطقي انها تشوف في اتجاه الريسيفنج، بس القانون ده وهو بيحسبه وهو بيفرضه فرض البولاريزيشن اوف انتنا هو البولاريزيشن بتاع الفيلد اللي ايه؟ تستقبله ولا اللي طالع منه؟ فرضه هنا اللي طالع منه. وهو بيعبر برضه عن اللي بتستقبله. بس عشان يحسبوا كده كان فرضه اللي طالع منه. ما علينا. طيب خلينا بقى نكمل. ده بولاريزيشن بتاع انتنا، ده بولاريزيشن بتاع الفيلد، بولاريزيشن بتاع انتنا لينير بولاريز. ممكن نحسبه ازاي؟ ممكن نقول ان البولاريزيشن بتاع الانتنا يعني الالكتريك فيلد اللي طالع من الانتنا لو انا بعت لها كارنت معين هيكون بالاتجاه ده، هيكون بالصوره دي. اي ار وثيتا وفاي ده البولاريزيشن بتاع الانتنا في اتجاه الاي اكس والاي واي. اي اكس بلس اي واي. عايز احسب بولاريزيشن لوس فاكتور بس. بولاريزيشن لوس فاكتور سهل، دي مسألة سهلة مش طويلة. هنحسبها ازاي؟ اي اي يعني الانسيدنت فيلد بتاع الانتنة، مفيش ريسيف تو ترانسميتنج، يعني انا دي عندي انتنة نزل عليها فيلد معين وده البولاريزيشن بتاعها اللي هو اتجاه الفيلد اللي طالع منه او الاكسبشن للفيلد اللي طالع منه. لو انا اديت لها درجه سي درجه تستاهل. فدلوقتي نقدر نقول بروسيشن روس فاكتور نحسبه ازاي؟ نضربه في بروسيشن روس فاكتور هو رو انسيدنت دوت رو انتنا كل من ماجنتيود سكوير. فالاول نجيب ايه؟ الاول نجيب الرو انسيدنت. فالرو انسيدنت بتساوي ايه؟ يونت فيكتور في اتجاه الانسيدنت فيلد بيساوي ايه؟ صح؟ وبعد كده نجيب الرو انتنا يوني فيكتور في اتجاه الفيلد بتاع الانتنا اللي هو ايه؟ واحد على بالظبط. ده مش ايه اكس بس ايه واي، لازم تاخد تقسم على الماجنتيود بتاعه اللي هو ايه؟ جذر اكس سكوير زائد واحد. جذر اثنين، واحد جذر واحد سكوير، جذر واحد سكوير اللي هو واحد بلس واحد سكوير اللي هو واحد يبقى جذر اثنين. مش ده الماجنتيود بتاعه عبارة عن جذر واحد سكوير بلس واحد سكوير اللي هو اتنين. فبالتالي تقول ان هي واحد على جذر اتنين اي اكس بلس اي واي. معنى كده ان بولاريزيشن لوس فاكتور يساوي ماجنتيود الرو انسيدنت دوت الرو انتنا كل سكوير، يعني بيساوي ماجنتيود اي اكس دوت مع واحد على جذر اتنين اي اكس بلس اي واي كل سكوير يدينا ايه ده؟ اه بالظبط نص. مشكلة؟ ماشي كويس جدا. مسألة اتنين بتقول لك أنا عايز الماكسيمم افكتد ابيرتشر بتاع هاب لينس دايبول
بمصير. قال لي بافو برنس ليقول انا عارف ان الدايركتيفيتي بتاعته بتساوي ايه؟ لا ده كده دي انتنا ننزل عليها فيه. ما هو يعني البوزيشنال سبيكتروم مش ناحيه التوصيل دايما دايما بيبقى تحت الريسيفر ايه؟ لا عشان يعني ببساطه الترانسميتر ده هيطلع فيه دي في اتجاه. الفكره بقى ان الفيلد ده لما يجي ينزل على الريسيفنج انتنا هل هيبقى في الاتجاه بتاعها ولا لا؟ فهي بتبقى انتنا نزل عليها بشكل واحد. هنا انا محسوب عند الانتنا في الريسيفنج يعني انت بتحسبه عند الانتنا في الريسيفنج مود بس الرو انتنا ديت هو الالكتريك فيلد بتاع الانتنا فين؟ الترانسميتنج مود وهي بتبقى طيب الدايركتيفيتي بتاعت الدايبول دي قايل لك انها 2.15% دي بي عايز يحسب الماكسيمم افكتيف ايه؟ ابيرتشر افكتيف ابيرتشر يعني افكتيف اريا يبقى بيساوي ايه؟ هنقول ان الافكتيف اريا ماكسيمم هو ده الماكسيمم دايركتيفيتي اللي هو لامدا سكوير على 4 باي في الايه؟ في الدايركتيفيتي اللي هي ايه؟ بالظبط لو ضربتها هنا يبقى انت بتدلع نفسك يعني 10 12 طيب السؤال رقم 3 لا هتسيبها كاكسبريشن في لامدا سكوير بيقول لي لو انا عندي عايز احسب الجيم بتاع 0.3 متر ضيافه الفيلم دي ابيرشر افشنسي 70% الجنبيه بتاعت الاسطوانه دي اللي هي 2 باي 8 في الـ في الـ
ايا كان الانتنة بتجيب الفيزيكال اريا بتاعتها وتروح ضاربها فين؟ يعني الفيزيكال اريا بتاعتها وبعد كده بتجيب الفيكت اريا بتاعتها تقسم دي على دي تطلع لك حاجة اسمها الكوشن ريفليكشن. وعشان كده هي بتعبر فعلا عن الانتنة دي هل هي واير ولا ابيرتشر انتنة؟ لانها لو واير انتنة هتلاقي الفيزيكال اريا بتاعتها قليلة قوي والابيرتشر والفيكت اريا بتاعتها عالية لانها معتمدة على الفيلد اللي جاي، فتلاقي ابيرتشر افشنسي ايه؟ تلاقي اكبر من واحد، لان ده يعني تحس ان هي مش منطقية زي افشنسي واكبر من واحد، بس هي كده هي لانها كانها بتاخد فيلد كبير اكبر من اللي هي بتستحمله، اكبر من الاريا بتاعتها. لكن مثلا حاجه زي الابيرتشر زي الهورن انتنا او البارابوليك ديش انتنا ده بتلاقي الفيزيكال اريا بتاعتها اقل من الفيزيكال اريا بتاعتها، بتلاقي الابيرتشر فيشنس بتاعتها ايه؟ اقل من واحد. طيب في حاله الهرم ديت عشان نجيب الفيكت اريا هنقول انها بزيرو الابيرشر افشنسي في الايه؟ في الفيزيكال اريا اللي هي الابيرشر افشنسي اللي هي 0.7 في الفيزيكال اريا اللي هي ايه؟ لو عندي الانتنة الدايمتر بتاعها 0.3 يبقى الفيزيكال اريا بتاعتها كام؟ يعني ايه؟ يعني باي دي على 2 سكوير يعني صح؟ 2 سكوير في 0.3 على 2 سكوير جبت الافكتيف اريا تستعملها زي ما عشان تجيب الجيم بتاعها عايز اسم الجيم عند الفريكونسي دي تقسمه ازاي؟ فهنا نقدر نقول ايه؟ ان الافكتيف اريا دي اللي انا حسبتها بتساوي لمبه سكوير على 4 باي في الجيم، معنى كده الجيم بيساوي ايه؟ 4 باي على لمبه سكوير في الافكتيف اريا دي حاسبها وديت هحسبها عند كل فريكونسي من دول بكام؟ نقدر نجيب الجيم ولا لا؟ في مشكلة كده؟ هو قايل لك الافكتيف اريا لو الابيرشر افشنسي ديت عند كل فريكونسي دي 70% فانت يعني هي دول يعني دايما 70% والفيزيكال اريا بتتغير شايف فيها افكتيف ابيرشر على الفيزيكال اريا فيزيكال اريا بتتغير؟ لا ما بتتغيرش بس هو يعني كيف بقى الفيزيكال اريا؟ تمام البيشر افشنسي هو قايل لك ان 70% على طول هو قايل لك كده مع ان ده في الحقيقه ممكن يكون غلط هي بتتغير مع الفريكونسي بس هو قايل لك المساله كده. طيب مسألة رقم 4 قايل لك ايه المسألة بقى انا ركز فيها كويس جدا كويس جدا لأن دي مسألة فيها سيركولار بولاريزيشن بيقول لك ايه بقى؟ نصحى شوية طيب وش يا محمد بس Thank you.
عندي انتنة؟ لا ده مش حلوة. الفيلد نازل عليها بيترافل تورز النيجاتيف سنتر ريجن. فكده بيسلم مشكلة. بعد كده ايه؟ هيدي الامتحان المين لوب بتاع الانتنة كان عند السيتا يساوي زيرو، ما هي اصلا الدايركشن بتاعها المين لوب بتاعها عند السيتا يساوي زيرو، مفيش مشكلة ما هو السيتا يساوي زيرو يعني لو انا نازل عليها في الاتجاه النيجاتيف سنت كده يبقى انا هتستعمل اعلى باور ولا لا؟ هتستعمل اعلى باور صح. بس بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لي ان اليونت فيكتور بتاع الانسيدنت انتنة الانسيدنت فيلد او الانسيدنت ويف كان 2 اكس بلس جي اي واي على كذا الخمسه بتاع الانسيدنت ويف عايز البولاريزيشن فاكتور دايمنشن ليس والدي بي لو كانت الويف اترانسميتد من الانتنه رايت هاند او ليفت هاند. ايه الفرق ما بين الويف والفيلد؟ ما هي ايه يعني؟ وانا كانت هاتي رايت هاند
والاثنين سيركولاري سيركولاري بروراج يستعمل ايه؟ ده بقى سؤال جميل يستعمل ايه؟ نازل انا الانتنه بتاعتي رايت هاند سيركول بروريز ونازل عليها في ليفت هاند سيركول بروريز يعني اثنين سيركول بروريز بس واحد رايت هاند وواحد ليفت هاند نص بالظبط ده بيستمع على النقط النقط اللي ايه؟ لان ده بيلف في اتجاه وده في اتجاه عكسه مش بيلفوا مع بعض فما يلفوا مع عكس بعض دي ما هيستقبلوا عند ايه؟ هو بيستقبلوا مرتين عند نقط معينه هو هيشوفهم مرتين ماشي يعني معنى كده اون افريج نص لا زيرو زيرو يعني قصدي بالنسبه للدايره كلها لما استقبل عند نقطه بالنسبه للدايره يبقى زيرو يبقى كاني ما استقبلش حاجه استقبلها عند لحظه معينه اللي هم بالصدفه تقابلوا بقوا زي بعض مش هي هي لو كان انا هو كان سيركولر لو جاله فيرتيكال لا انت لو فيرتيكال وانت دايما بتلف دايما يبقى في كومبوننت في الفيرتيكال برضه كل ده هنعمله بالحسابات بس انا بكلمكم يعني الكلام ده كله ممكن يتثبت بالحسابات بالقانون ده بس انا بقول لك بالدماغ كده لما انت يبقى عندك واحد فيرتيكال واحد بيلف فدايما هيبقى في كومبوننت في اتجاه الفيرتيكال ده حتى لو بتقل او بتزيد بس انت في النهايه بقى لو انت عندك واحد بيلف كده واحد بيلف كده دول مش هيتقابلوا غير عند بوزيشنز معينه الونج الدايره فانت اون افريج كانك تستعمل زيرو. ليه مثلا ليه ستيب كده مثلا بس هو بيلف ده ملوش كومبوننت مع يعني اون افريج تشوف الافريج بتاعك هتلاقي ان واحد ممكن يبقى ايه؟ هيبقى نيجاتيف مع الثاني او واحد بوستيف مع الثاني فانت يعني الافريج بتاعك بيبقى زيرو. يعني احيانا بيبقوا مع بعض مثلا احيانا يتقابلوا كده في نفس الاتجاه واحيانا يتقابلوا في الاتجاه وفي نفس السايكل يتقابلوا عكس بعض فهو الافريج بيقوم بيطيروا بعض. لا لو فيرتيكال بروريز هي الصوت ده كان ايه؟ دايما عندك الفيلد ماشي هنا بوست لا ما انت او بمعنى اخر خليني اقول لك ان يعني عشان يعني
الثانيه عشان يبقى الكلام كوانتيفايد برضه اكتر. اللينير نورمالايز ده برضه بيروح كده ويمشي كده. بالظبط. فانت هنا ده كده مهما البتاع ده الثاني زي الليبرالزم عمال يمشي كده بنفس الاوميجا وده عمال يلف كده بنفس الاوميجا. بس التاني بقى اللي هو سيركلر لو مع سيركلر لو الاثنين بيلف بنفس الاوميجا. لكن لو الاوميجا عكس الاوميجا ده او يعني ده بيلف نفس الاوميجا بس ده بيلف اتجاه وده اتجاه العكس بيديني اون افريج زيرو. طب لو بقى تعالوا بقى عشان نحل المساله دي نشوف الايسلنت فيد ده رايت هاند ولا ليفت هاند عشان نبقى نقول هو عامه الالكتريك فيلد ده الكتريكال ولا سيركولار؟ هو في طب الاول هو لينير طيب؟ ليه؟ في فرق 90 درجه بين الاكس والواي. طب هو كده الكتريكال ولا سيركولار؟ ليه؟ عشان الماجنتيود بتاع الاكس كومبوننت مش زي الماجنتيود بتاع الواي كومبوننت. طب الاليبتيكال ده هل هيديني بولاريزيشن لوس فاكتور لو انا بقى نازل على سيركلر انتنا ماكسيمم واحد يعني؟ لا مش هيلف. هو الاليبتيكال فهيديني يا ماكسيمم يا مينيمم. امتى ماكسيمم؟ لو بيلف في نفس الاتجاه. لو مينيمم لو ايه؟ فرق بالظبط. فرق لو نزلنا رايت هاند او ليفت هاند انت هتساب الماكسيموم انت هتساب المينيموم على حسب ايه؟ على حسب ده. ده اشوف اليبتيكال رايت هاند ولا ليفت هاند. فلو هو اليبتيكال رايت هاند يبقى عند الرايت هاند هندلنا هيساب الماكسيموم. ولو هو اليبتيكال ليفت هاند يبقى عند الليفت هاند هندلنا هيساب الايه؟ مينيموم. لا مش هيبقى زيرو عشان هو واحد ليفت. ايوه ما هو ماكسيموم مش واحد.